الدكتوره 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 ايه هي اللي كاينه هنايا. كاينه موثقه الطبيبه الطبيبه هي اللي كنعرفها انايا الطبيبه هي اللي كنعرفها وجابت وليداتها اليوم عمرها ما جابت قالت جابتها قالوا لي الناس راه جابت وليداتها اليوم صافي هي اللي كندير دابا. قولي المراه ما كاين لا امن لا والو ما كاينش امن فينا ولي غادي يهز تراك وليدي هذاك الحجر ها فينا ولي غادي يهز هذاك الحجر هذا ديك الدعله شكون اللي غادي يهز دخلنا عليك بالله دخلنا عليك بالله شحال شحال من واحد دابا راه باقي ميت تما وما كيخليوش يشوفوا عباد الله كتعرفي لا لا سفين فضل وراه شحال من واحد راه دابا عندك عام وثقه والطبيبه ديال العينين والطبيبه ديال السنان وعاد السكون كاينين فوق محامي يلاه تحت منو القهوة 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 سيدي الجمهور ديال الدراري ديال الوداد الجمهور ديال الوداد الدراري كانوا باغي يتفرجوا في الماتش تا هما جبدوا منهم واحد الصديق راه ميت تا هو هادشي اللي واقع اخويا كنشوفوا هاد الحالات اللي خرجوا دابا جوج باقيين حيين الدري امو والحالات الاخرين راه في يد الله وباقي كيقولوا الناس اللي حضروا اللي حاضرين قدام القهوة كيقولوا دير الناس باقيين تحت القهوة راه باقي ما خرجوش السيد الله حط الطوموبيل ديالو واحد الباليو قال لك اودي راه باقي تحت القهوه راه باقي ما شافوا السيد قال لك راه باقي تما راه باقي حتى واحد ما خرج وكيقولوا شي ناس ما هادشي مع الربعه من الربعه راه من الربعه دابا من الربعه وثلاث سوايع لا ما هاد الحاله كيقول لك الناس السكان اللي هنا قال لك الدار عادي راه شحال من عام هي حدا ما الدار ما شحال ورا الناس راه باقيين راه كنتمناو الناس ديال السلطه يعاونوا والناس ديال الامن هادشي راه وقع مع الربع شد لها السويع راه ما كاين لا امن لا والو وقع سيدي كان القهوه كيتفرجوا في الماتش مشكله عاوتاني تراكس واقفه والناس يلاه جبدوا جوج الناس راه حشومه وعي ربعه باقيين جوج دابا جبدوا جوج اخويا راه حشومه وعي راه هادشي تهلا هو هذا باقي واحد الدري صغير ولا ما عرف بنيه ولا مراه ولا ما عرف ربعه جبدوا ربعه ومازال باقيين شي ناس اخرين القهوه باقيين عامره باقي القهوه عامره باقي القهوه عامره اللي طلع هو هذا سيدي انا من السكان ديال هذا الحي هذا فاللي كنشوف انا ان هذه العماره كانت واقفه بخير وعلى خير ولكن ناض مولاها بدا كيدير شي اصلاحات من 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 الجانب الاخر ديال العماره بدون ما يراعي الشروط ديال السلامه ديال المواطن وبدون ما يعرف بانه كاين راه الناس راه كاينين الناس في هذيك العماره كاين نوطير كاين طبيب كاينه مقهى اللي هي مقهى التمر لتحت كاينين الناس كيتفرجوا في ماتش هاد الحويجات ولكن حنا هادشي كله ما غاديش ما بغيناش نبقاو نعيشوه ديما هادشي كله يا اخي العزيز ان خاص السلطات تكون احكام زجريه ضد هاد الناس اللي كيبنيو البناء العشوائي سواء تكون طاج ولا جوج هي العماره عاطينها جوج طليطاج وكيزيد فيها هو اربع طليطاج هذا راه منكر هذا هادشي ما يمكنش نقبلوه ما تقبلوا لا السلطات ولا في العالم كامل ما مقبولش